سقطت مروحية رئيس إيران وتحطمت ولم ينجو أحد، كل من عليها مات، رئيسي ووزير خارجيته ومسؤولون آخرون. عطل فني أم ضباب بالجو أم حادث مدبر؟ إن كنت تفكر بالخيار الأخير فمن دبره؟ إسرائيل أم أذربيجان أم إيران نفسها؟ وكيف أشعل مقتل رئيس الصراع على خلافة خامنئي؟ وقبل كل ذلك نكشف لكم لأول مرة تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية. سقوط مروحية الرئيس. بعد 12 ساعة من البحث خلال الليل وسط الجبال والغابات وفي ظروف جوية صعبة بالغة البرودة، أعلنت إيران وفاة رئيسها إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته ومرافقيه بعد تعرض مروحيته لحادث يوم الأحد 19 من مايو الجاري، إذ تحطمت المروحية في غابة ديزمار بمحافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران، حيث كان الراحل عائدا إلى بلاده بعد زيارة لأذربيجان. فهذه الصور قبل وفاته بساعات رفقة الرئيس الأذربيجاني، كان يفتتحان سد قيس قلعتسي على نهر آراس الحدودي، وهو مشروع مشترك بين الدولتين للسيطرة على الفيضانات وتوفير مياه الشرب والزراعة والبيئة. لم يكن رئيسي يعلم أن هذه الزيارة ستكون الأخيرة. غلام حسين إسماعيلي مدير مكتب الرئاسة الإيرانية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل سقوط المروحية. ففي الوقت الذي نشرت فيه وسائل إعلام إيرانية أخباراً تفيد بأن المروحية سقطت نتيجة الظروف الجوية السيئة، خرج إسماعيل ليؤكد أن الطقس كان طبيعياً للغاية خلال رحلة المروحيات الثلاث وبينها التي كانت تقل الرئيس. إسماعيل كان في أحدى تلك المروحيات، لكنه لم يكن على متن التي تقل الرئيس. يقول إنهم واجهوا كتلة سحاب أثناء طريق العودة، فأعطى قائد سرب المروحية أمراً بالارتفاع ومتابعة المسير فوق السحب. وبعد نصف دقيقة من ارتفاع المروحيات أدركوا أن مروحية رئيسي اختفت فجأة. كانت الظروف طبيعية وعادية تماماً، ولم يكن هناك أي موقف صعب، كنا في جو لا يوجد فيه غيوم تحتنا. هكذا يؤكد إسماعيل بعظمة لسانه بعد اختفاء مروحية رئيسي. حاولوا الاتصال بالطائرة عدة مرات، وفي كل مرة ينقطع الاتصال اللاسلكي ولا يتم الرد، حتى نزلت فرق البحث والإنقاذ للبحث عن المروحية المفقودة ليعثروا عليها بالأخير محطمة والجثث مفحمة وبلا هوية. أقيمت مراسم تشييع رئيسي يوم الثلاثاء 21 من مايو مع 7 أشخاص آخرين كانوا معه على متن الطائرة، بينهم وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وتم تشييع النعوش الثمانية مغطاة بالعلم الإيراني وسط حشود كبيرة، وعلقت صور رئيس العملاقة في الأماكن العامة بالمدن الرئيسية في البلاد. تولى رئيس رئاسة الجمهورية الإسلامية منذ 3 أعوام، وبحسب الدستور كلف نائب الرئيس محمد مخبر بتولي مهام الرئيس مؤقتاً لحين إجراء الانتخابات الرئاسية التي حدد موعدها في 28 من يونيو المقبل. التفاصيل التي رواها إسماعيلي تثير شكوكاً كبيرة، خصوصاً أنه أنكر أن سبب الحادث سوء حالة الطقس كما يشاع. سقطت أم أسقطت؟ السيناريو الأشهر لسقوط المروحية هو ظروف الطقس السيء، وبغض النظر عن الكواليس التي حكاها إسماعيلي دعنا نفكر بصوت عال، كيف عادت الطائرتان الأخريان سالمتين بعد عبور التحديات الجوية نفسها؟ وكيف لم ينجح قائد طائرة الرئيس في هذه المناورة الجوية التي نجح فيها قائد المروحيتين الأخريين؟ والطبيعي أن يكون قائد طائرة الرئيس أكثر كفاءة واحترافية من زملائه، وهو ما يطرح سؤالاً عن إمكانية تورط هذا الطيار نفسه في إسقاط الطائرة. السيناريو الثاني يفترض أن تل أبيب لها يد في الحادث،
فرغم النفي الرسمي الإسرائيلي، إلا أن ما يجري بين البلدين بالفترة الأخيرة يضع الإسرائيليين في موضع الشبهة. فبعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل في 13 أبريل الماضي، ردت إسرائيل بهجوم آخر بعدها بأيام، لكن كثيرين رأوا أن هذا الرد لم يكن كافياً، وأن تل أبيب تجهز لرد آخر أكثر قوة لكن بدون حرب مفتوحة. وقد يكون إسقاط مروحية الرئيس الإيراني جزءاً من الرد الإسرائيلي. أما السيناريو الثالث فنجد فيه أذربيجان في قفص الاتهام. فهناك صراع تاريخي بين طهران وباكو، التي ترى أن محافظة أذربيجان الشرقية الإيرانية هي بالأساس أراض أذربيجانية، فحوالي ربع سكان إيران من القومية الآذرية. وبالفترة الأخيرة تزايدت الميول القومية لدى الجيل الجديد من الآذريين، لذلك هناك من يفترض أن إسقاط طائرة الرئيس في منطقة أغلبيتها من الآذريين تم على يد عملاء في هذه المنطقة، سواء بدوافع قومية أو وظفوا من جهات خارجية. أما السيناريو الرابع فأساسه الصراع على الخلافة، فرغم القدرة الكبيرة التي أظهرها رئيسي في توحيد صفوف المحافظين، فإن الجناح الأصولي نفسه غير موحد من الداخل، وليس لديه إجماع على أن يخلف رئيسي المرشد الأعلى خامنئي. ووفق هذه الفرضية، فإن هذا الجناح يريد أن يكون مجتبى خامنئي، نجل المرشد الأعلى هو المرشد القادم. ومن ثم تم التخلص من رئيسي بوضع متفجرات على المروحية. وطالما جئنا لخلافة خامنئي سيطول الحديث. من يخلف خامنئي؟ إبراهيم رئيسي أحد تلاميذ خامنئي، وارتقى في صفوف نظام الحكم الديني بإيران، وكان ينظر إليه على أنه المرشح الأول لخلافة المرشد الإيراني البالغ من العمر 85 عاماً. فكان رئيسي يتمتع بدعم قوي من خامنئي، الذي كان يشغل منصب الرئيس قبل أن يصبح المرشد في 1989 بعد وفاة الخميني. ولم يدعم خامنئي تأييد خليفة معين، لكن مراقبين للشأن الإيراني يقولون إن رئيسي كان أحد اسمين تردد ذكرهما كثيراً، والثاني هو الابن الثاني لخامنئي وهو مجتبى، الذي يتمتع بنفوذ في أروقة السياسة الإيرانية ودهاليزها الخلفية أثناء فترة حكم رئيسي وقبل أن يلقى مصرعه. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً يكشف أن خامنئي يهيئ نجله لخلافته، وقد منحت المؤسسة الدينية مجتبى رتبة آية الله قبل ذلك، وهو اللقب الديني الذي سيحتاجه ليصبح المرشد الأعلى لإيران. اللافت في الأمر أن الصحيفة قالت إن خلافة مجتبى لخامنئي ليست مضمونة بسبب رئيسي، فهو الوحيد الذي يقف في طريق مجتبى، فرئيسي شخصية عامة معروفة ويتمتع بمؤهلات سياسية، وفي المقابل لا يظهر ابن خامنئي في الأماكن العامة إلا نادراً، ولا يمتلك منصباً حكومياً رسمياً، لكنه مسؤول عن إمبراطورية والده التجارية، ويمتلك نفوذاً في تعيين المسؤولين الأمنيين، حتى وصفته تقارير عدة بأنه رجل الظل القوي خلف المرشد. هذا بينما تم شطب اسم رئيسي قبل 6 أشهر من قائمة المرشحين المحتملين لخلافة المرشد بسبب تراجع شعبيته وسوء إدارته للبلاد، هذا وفقاً لتقرير رويترز. ويعني ذلك أن رئيسي حتى لو لم يمت فإنه لن يخلف خامنئي بالأساس. فهل يجلس رجل الظل على كرسي المرشد الأعلى؟ أسطول جوي متهالك. الأسطول الجوي المتهالك الذي يسلب أرواح المسؤولين. موقع إيران انترناشونال فتح الصندوق الأسود للطائرات الإيرانية، إذ عدد كوارث الأسطول الإيراني المتهان. فقد شهد النقل الجوي الإيراني خلال العقد الأخير سلسلة من الحوادث، حيث انحرفت عدة طائرات عن المدرج أثناء الإقلاع أو الهبوط، وسقطت أخرى بعد اشتعال النيران في محركاتها،
واصطدمت طائرات أخرى بقمة سلسلة جبال زاغروس وسط البلاد، كما لم تسلم المروحيات التي تقل المسؤولين الإيرانيين من الحوادث، كان آخرها مروحية رئيسي، وقبلها مروحية حميد سجادي وزير الرياضة آنذاك في 2021. سقطت مروحية كانت تقله هو ومرافقيه أثناء هبوطها بالمجمع الرياضي في مدينة بافت، حادث توفي فيه إسماعيل أحمد مساعد الوزير، كان الذراع الأمينة للحرس الثوري في هذه الوزارة، ولعب دورا في الضغط على الرياضيين المنتقدين للسلطة. وبينما لقي مساعد الوزير مصرعه، خرج الوزير حميد سجادي سليما ومارس حياته بعد بضعة أيام قضاها في المستشفى. أحمد كاظمي قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني قتل مع عدد من قادة الحرس الثوري في عام 2005 بعد تحطم طائرة من طراز داسو فالكون 20 بالقرب من أورميا. وكان المرشد الأعلى خامنئي قد عين كاظمي قبل بضعة أشهر فقط من مقتله قائداً للقوات البرية للحرس الثوري الإيراني. رحمان دادمان وزير الطرق والنقل تحطمت طائرته الياك 40 التابعة لشركة فراز قسم الجوية في 27 من مايو 2001، والتي كانت تقله في محافظة مازدران شمال إيران، وأدى هذا الحادث إلى مقتل عدد من نواب البرلمان ومساعدي بعض الوزراء وعدد من مسؤولي هيئة الطيران المدني. ويبقى السؤال، من يقف وراء تلك الحوادث المفجعة؟